مني وليت بطل العالم حاولت باش نغادر النرويج نهائيا، فاذا بي ترتقي بالطريقه ديالي الام ديال الابناء، وتعرفت عليها التقيت بها بواحد الحفل نرويجي فيه اكل مثل المغربي، اكل ديال الراس ديال الراس هو اسمه هوفا فيست، وتعرفت عليها ومن بعد بقينا على اتصال وتطورت العلاقه حتى وقع فيها القرار باش نتزوجوا ومراها جاوا اطفال. الحمد لله ما كانش شي مشكل كبير، كان تجاوب، كانت كنا عايشين في بخير، ما كانش فيه اي مشكل. المشاكل بدات مع الموت ديال الام ديالها والطلاق ديال باها اللي كان منفصل على امها، وتزوج المره الثانيه وعنده اضطرابات نفسيه وغادرته الزوجه الثانيه، وبقى الهم ديالو هو البنت ديالو اللي غادر سنوات ملي كانت محتاجه ليه ورجع ليها، هو اللي يجعل هو السبب في التفرقه والسبب في تمزيق العائله. التحقنا بالمغرب الحمد لله، التحقنا وشريت واحد السكن بمدينه الرباط من اجل اعطاء واحد السهوله باش يتعقلوا سهوله للعائله باش تتعقلم مع الحياه المغربيه. وقع واحد النزاع بسيط، المراه طلبات باش تلتحق بالنرويج، جات غير عطله وانا ولا رب البيت خلصت هذاك البيت التذكيره ديالها ذهبا وايابا. فاذا به بعد شهر ما بغاش ترجع ونفس وخلات الاطفال ديالها من الوراء اللي تيتسالوا واش الام ترجع واش دارت كذا. فاذا بي دات غادرت المغرب، التحقنا بالمغرب ب 12 سبتمبر 2006، وهي غادرت في 5 يناير 2007. الابناء هما يعترفوا لي بان الام قبل ما تسافر مشات وقلبات في واحد الاوراق اللي فيهم كل ما هو مادي، حرقاتهم وكان حتى الفلوس داتها، سرقت حتى فلوس داتها. لا ما انتبهش لان تتكون ثقه سميتو. فاذا به منين لان واحد الاوراق ديال واحد المنزل اللي تم النصب هي والاخ ديالها نصبوا عليا في المنزل. هي مني مات الام ديالها ورثات هي والاخ ديالها لحقاش غير بهم جوج منزل، وداك المنزل 50% للبنت 50% للرجل. انا داك 50% ديال هذا هو صلب الموضوع، 50% ديال 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 ديالها و 50% ديال الاخ ديالها. انا اضطريت باش ما يوقعناش مشكل ديال مشكل مع البنك وتاخذ سميتو، اضطريت باش نشريه. ملي شريته عطيت مبلغ غالي باش خليت داك النص ديال خوها، واتفقنا على ان اما غيكون في الاسم ديالي واما غيكون في اسم من الاطفال، والحق ديالها يكون في اسم ديال طفل من الاطفال ديالنا. فاذا به اتفقت مع اخوها، ما تمش انه منين المبلغ اللي عطيته ما تمش تبليغ المبلغ بالكامل بالنسبه للضرائب، ولكن اعطى دار واحد المبلغ اللي هو ماشي المبلغ الصحيح. وفي عوض يكتب لي على سميتي بانني ما شريتش من عنده، انا اللي عطيته الفلوس، كتب على اختو. هذا هو المنبع ديال المشكل بيناتنا، هو المشكل المادي اللي على